على الرغم من ظل الأزمات الثقيلة الذي يخيم على حياة العراقيين، إلا أنهم استقبلوا شهر رمضان بالكثير من الأمل والرجاء، وتوجهوا بالدعاء في الشهر الفضيل لأن تغدو أزمات الأمن والكهرباء والأسعار أكثر رحمة بهم. الأربعاء هو غرة شهر رمضان للعام الحالي 1431 للهجرة. اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، هذا ما أعلنه ديوان الوقف السني متمنيا أن تتراصف الصفوف وتتحد القلوب. وبحلوله بدأت العوائل البغدادية رحلتها الرمضانية، حيث توجهت للأسواق التي لم يكن ارتفاع الأسعار فيها كبيرا على عكس أسواق المحافظات الأخرى. لا تختلف أجواء رمضان في مدينة سامراء عن المدن العراقية الأخرى، سيما في إقبال الأهالي على التسوق مع ما يصاحب شهر الصيام من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأساس. الأهالي لا يملكون إلا الشكوى من ارتفاع الأسعار، ويطالبون أصحاب الشأن أن يرحموا أصحاب الدخل المحدود. نتمنى أنه يكون رمضان خير وبركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد. والله يعني الشيء يعني هسه أنت تفوت بالسوق تشوف كله غالي، يعني ما نقدر نشتري يعني الأشياء، يعني نوبات نشتري ملابس بسيطة يعني في سبيل الأسعار. على أبواب شهر رمضان المبارك ظهرت أسواق مدينة الناصرية بحلة جديدة، حيث امتلأت المحال والمراكز التجارية بالسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية المختلفة، كما ارتفعت معدلات الطلب على شراء مستلزمات المائدة الرمضانية خاصة في أسواق العطارة التي تغص بالمتبضعين الوافدين إليها من الأقضية والنواحي، إلى جانب أهالي مدينة الناصرية وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار. مختصون في الشؤون الاقتصادية يعتقدون بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان يرجع إلى أسباب أخلاقية وليس نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بزيادة الطلب وفق وصفهم، داعين الجهات الرسمية إلى دعم مراكز التسوق الحكومية لكبح جماح القطاع التجاري الخاص. شهر رمضان هذا العام يبدو أنه لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة في مدينة الفلوجة، فسعادة الأهالي لم تكتمل بقدوم هذا الشهر بسبب ما تعانيه مناطقهم من ترد أمني ونقص في الخدمات. الخدمات اللي موجودة تقدم للمواطن بالفلوجة صفر نهائيا، واتحدى أن يكون هسه مسؤول يطلع ويشوف الحال الموجود بالشارع، هذا راح ينعكس على الإنسان. أسواق مدينة الفلوجة التي امتلأت بالسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان شهدت هي الأخرى ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار بسبب زيادة معدلات الطلب على شراء مستلزمات المائدة الرمضانية. وبرغم ما يعانيه أهالي مدينة الفلوجة، إلا أنهم تمنوا أن يكون هذا الشهر فرصة لتوحيد جميع طوائف المجتمع العراقي. رمضان مبارك، احنا نريد نتوحد كليتنا شيعة وسنة وكراد وتركمان ومسيح، كليتنا نصير أخوة ونعيش ببلد واحد، ما نريد التفرقة. وفي سياق متصل بأزمات العراقيين الإنسانية في شهر رمضان، وصف أستاذ الحوزة الدينية بالنجف الأشرف الشيخ فرحان الساعدي ضمن مساهمته قبل أيام في برنامج ساعة حرة، وصف روح رمضان بأنها جميلة لكنها ليست كذلك في العراق، حيث طائفة واسعة من الأزمات. درجة الحرارة مقيتة في بلادنا وبالذات في النجف والبصرة، وشهر رمضان إذا كان هناك يسر لدى العائلات فهو أيضا يتأثر بما يمكن أن ينفق من وقود على توليد الطاقة. وروح رمضان الحقيقة جميلة في كل البلدان، ولكنها تصبح كئيبة مع وجود حوادث غير مرتقبة تتعلق بالأمن، ومع وجود نفقات كثيرة معظمها يذهب إلى المولدات أو ما يتعلق بها، بخلاف البلدان العربية الأخرى التي تنفق على موائدها، أما نحن فننفق على عوادم آلياتنا التي تزودنا بما لا يكفينا من الطاقة. والحقيقة درجة الحرارة أنت ربما شاهدت بعضها في العراق، لكنها الآن تحولت إلى وحش كاسر يفتك بسوائلنا. يضيء العقل والروح هذا الرجل في إطلالته دائما،
أنتم أعزائنا المشاهدين راسلونا على بريدنا الإلكتروني 7days@alhurra.com وشاركوا في قراءة أحداث العراقي بالتعليق والتحليل. هذه تحية من أسرة برنامج سبعة أيام، وهذا علي عبد الأمير عجامي يودعكم بحفظ الله ورعايته.